أصلا كنت عايز أعمل أوردر. أيوة عايز واحد بيك تيستي كومبو لارج، أيوة واحد معايا واحد تشيز برجر تمام. إيه ميلك شيك؟ لا ميلك شيك يعني لسه هتعشى في البيت. ازيكم يا جماعة، النهاردة هنعمل حلقة جديدة في هوم سينما في البيت، والفيلم اللي برشح لكم النهاردة فيلم ذا فاوندر، فيلم لمايكل كيتون. بتدور أحداث الفيلم إن هي القصة الحقيقية لإزاي نشأت سلسلة مطاعم ماكدونالدز. بتبدأ أحداث الفيلم إن مايكل كيتون اللي هو بيجسد شخصية ريك روك راجل مبيعات بسيط جدا، وبيحاول إن هو بيبيع الميلك شيك ماشين، بس في كل مرة بيفشل فيها. I know what you're thinking. How the heck does a 52-year-old, over-the-hill milkshake machine salesman build a fast food empire with 1,600 restaurants at an annual revenue of $700 million? One word. Persistence. وبالصدفة بيكتشف ان في مطعم اسمه ماكدونالدز. عجبه جدا راي كروك فكرة المطعم بتاعت ماكدونالدز، لان فكرة المطعم بتقدم الطلبات بسرعة جدا، وفي نفس الوقت جودتها بتبقى ممتازة. McDonald's. Care for a little tour? We wanted something different, and that's when my brother here comes up with one of his brilliant ideas. Orders ready in 30 seconds, not 30 minutes. وقرر ان ده يكون مشروع جديد. ومن هنا بنقابل اخوات المكدونالدز اللي هم ديك اند ماك ماكدونالدز. عرض عليهم ريك روك ان هو يفتحوا محلات كتيره فرانشايز بان المطعم يكبر، بس طبعا هم رفضوا. ومن هنا بتبدأ الأحداث. There should be McDonald's everywhere. Franchise the damn thing. Mr. Kroc. Franchise. 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 McDonald's can be the new American church. And it ain't just open on Sundays, boys. دور مايكل كيتون في تجسيد دور راي كروك كان أكتر من رائع، ومع ذلك برضو ما نالش أي ترشيح في جوائز الأوسكار. الفيلم من بطولة مايكل كيتون ولورا ديرن ونيك أوفرم، جون كارول لينش وباتريك ويلسون. مخرج الفيلم جون لي هانكوك اللي اعمال كتيره جدا عظيمه زي ذا بلايند سايد. توم هانكس اتعرض عليه ان هو يلعب شخصيه ريك روك بدلا من مايكل كيتون، بعد كده رفض. وبصراحه بالنسبه لي انا بحب توم هانكس جدا، بس انا من وجهه نظري شايف ان توم هانكس ما كانش ينفع للدور، لان انا شفت بصراحه ريك روك في مايكل كيتون، فمايكل كيتون تجسيده لريك روك كان فوق الممتاز. Franchise Realty Corporation. It's its own separate company. Which puts it outside your purview. There's a wolf in the hen house. We let him in. When's enough gonna be enough for you? Probably never. You are to stop this instant. I'm through taking orders from you. You have a contract! Contracts are like hearts. They're made to be broken. Laura Dern في دور Ethel Kroc، مرات Ray Kroc، دمها تقيل جدا، والأحداث اللي هي كانت بتسهر فيها كانت مملة جدا. و طبعا على عكس ماك وديك ماكدونالد، دورهم هما الاثنين كان اكتر من رائع. لما كانوا بيظهروا دايما مع راي كروك، المفارقات اللي كانت بتحصل ما بينهم كانت فوق الممتازة. فيلم ذا فاوندر فيلم بجد حلو، وبرشحه لكم بجد، هيعجبكم، يعرفكم بجد القصة الحقيقية لتأسيس سلسلة ماكدونالدز. وما تنساش تطلبوا اي وجبة قبل الفيلم، لان اكيد الفيلم هيجوعكم. الاكل جه. لو عجبتكم الحلقه يا ريت تعملوا لي لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. وما تنسوش تتابعوني على فيسبوك وتويتر وانستغرام، وباي باي. Business is war. It's dog eat dog, rat eat rat. I want to take the future. I want to win.